العربيه برضه تبع السيسي هنا ولا؟ احنا ما احناش جايين هنا، احنا ما احناش اخوات. انتوا خدتوا تصريح بالوفاء؟ واخدين تصريح بقالنا شهر بالظبط من اسم قصر النيل. طب ايه المشكله اللي المشكله شايف؟ ان مامور الاسم قال لي المفروض تروح الشارع اللي ورا مجلس الوزراء. قلت له لا، انا رايح الشارع اللي قدام مجلس الوزراء، دي قضيه حيويه وده مكان حيوي وانا بعرض قضيه مهمه لمصر بحاله، لفلاحين مصر ماشي ومسؤولين عنها، ومضره 15 توقيع، اكتر من 15 توقيع، ان احنا مسؤولين عن الناس اللي جاي ومسؤولين عن امن الوافه، مفيش مشكله. لكن النهارده عشان يبعت لي ضابط شرطه يجي يقول لي لا انت مكانك ورا في مكان تاني في شارع اصلا ما حدش يعرفه، ده كلام ما ينفعش، مش هيحصل. انا جاي لمكان معين بعرض قضيه مهمه لمصر كلها، دي قضيه مكان هيخرب، هيضر الفلاحين والزراعه في مصر، وزير بيخرب. انا ليه النهارده مامور الاسم يضحك عليا انا ويقول لي لا ده التصريح ورا في مكان تاني؟ لا انا عارف تصريحي فين وعارف حقوقي فين، واحنا زي ما دافعنا عن الشرطه ولسه بندافع عن الشرطه والجيش، بقول من هنا الشرطه فيها فساد، الشرطه فيها فساد. وزير الداخليه يعرف الكلام ده كويس. التصريح حضرتك على امام مجلس الوزراء، التصريح باب الرئيس امام مجلس شارع باب الرئيس الشعب امام مجلس الوزراء، نيجي اسم قصر النيل بعت هنا شارع حسين حجازي. يغير التصريح؟ يغير التصريح ليه؟ انا مش همشي وانا على تم استعداد، على تم استعداد ان احنا يتحقق معانا ونروح اي مكان. احنا زي ما خرجنا في 30 يونيو ورقدنا على الارصفه وفي الشوارع عشان نشيل نظام فاسد، هنتنينا ورا الفساد في مصر لما نشيله، في الشرطه، في البنك، في اي مكان. مين اللي غير؟ والمأمور بتاع الاسم يعني بيجرس، مأمور اسم قصر النيل غير المكان اللي احنا خارجين له. ليه بقى ما اعرفش. انا لما رحت اخد التصريح عرض عليا قال لي روح شوف الشارع اللي ورا، اللي ورا مجلس الوزراء. رحت قلت له لا سيادتك انا عايز مكان حيوي اظهر فيه، وانا جايب ناس محترمه موظفين بنك تمام عشان يعرضوا مشكله راي عام كبيره جدا. قال لي خلاص امضي، مضيت على 15 توقيع انا واللجنه المنظمه، 15 توقيع. التوقيعات دي كلها خاصه بالحفاظ على المكان والمسؤوليه عن كل اللي هيحصل، وان ما معناش ناس من اللي ممكن تعمل شغب، كل الكلام ده على عيني وراسي. اجي النهارده اتفاجئ بان سيادته بعت لي ضابط شرطه جاي يزعلنا وامشوا من هنا، وانتوا مكانكم في حسين حجازي. لا انا عارف تصريحي فين واخرج فيه، ولو اضطررت طب لا هو ما ترضيش يديني ورقه، قال التصريح طالع وانا قومت من دلوقتي وجهزت، مع ان انا واخد قبل كده تصريح من اسم الدقي ورقه مكتوبه ومختومه هو رفض انه يدينا ورقه. هتطلعوا مفيش مشكله، ده طبعا ده تحايل منه، قطعا ده تحايل منه. ولو اضطررنا لقصر الجمهوري هنروح قصر الاتحاديه، والاسبوع الجاي غالبا هنكون هناك.